اخباريه فريق النادي الكويتري بالمناسبه الالمه، يعني توجه التعازي الحار للمدرب سامير عيش، فقدان الوالده ديالو في مدينه فاس، ان الله وان الله راجعون. وكذلك نتمنوا لسامير عيش الصبر والسلوان في هذه الفاجعه ديال الفقدان الام ديالو اللي كانت نهار الثلاث يعني قبل الحصه التدريبيه. يعني تقريبا سامير عيش مشى الحصه التدريبيه ولكن سمع الخبر، يعني ما كملش الحصه، يعني مشى لمدينه فاس واللي كمل الحصه هو لاجوان ديالو علي بواب. الفريق ديال النادي القنيطري اخر ماتش ديال كونتر خريبكا تعادل 1-1، الفريق اللي جعلو الصف الثامن بين 15 نقطه، فاز في ثلاثه الماتشات، تعادل 6 وخسر في جوج ماتشات، ماركا لاطاك ديال 11 البيت والدفاع استقبل 10 ديال البيوت. بعد هذا الماتش هذا الفريق يعني كان بدا استعدادات الحد، يعني كان ربطوا استعدادات بدات نهار الاثنين، بحال يعني كانت حصه ديال لاصا بالنسبه للاعبين اللي لعبوا، واللاعبين اللي ما لعبوش يعني داروا ماتش مع الجينيور والاسبوار، يعني في فرقه واحده لعبوا مع الفريق اللاعبين اللي ما لعبوش. وهذا الماتش هذا يعني كان تحت اماره المدرب مشرف العام عزيز العبري اللي شاف مجموعه من اللاعبين ديال الشبان الامل في افق انه لاعبين يمكن انهم المستقبل يحملوا القميص ديال الفريق الاول. ثلاث يعني كانت حصه في الصباح، البارح كانت حصه صباحيه، اليوم كانت سمير عيش الان غيلتحق بالفريق النادي القنيطري لان جا لمدينه القنيطره، ونورمالمون كانت غتكون حصه صباحيه ولكن في الاخير يعني الطاقم التقني يعني غير الحصه، الحصه اللي غتكون مع ثلاثه ماشي في القنيطره في معالي رشيد مدينه الرباط، وغدا غتكون اخر حصه سيونس يعني في الصباح بعد 11 ديال الصباح، بعدها الفريق يدخل في معسكر مغلق حد الفنادق هنا في مدينه القنيطره. بالنسبه للاعبين يعني الغيابات ما كاينش غيابات يونس، اللاعبين يعني كلهم في اتم الجاهزيه بخصوص ليكارت ولي زابسون ليكارت، ان اللاعبين كلهم كاينين باستثناء اللاعب اللي تقريبا نهايه الموسم ديال هذه مولاتي هو اللي يكون غائب، لان اللاعب تقريبا الموسم ديالو انتهى بحكم ان الاصابه ديالو على مستوى الاربطه ديال الركبه ديالو. على ذكر نادي مولاتي يعني كان عندي اتصال مع رئيس الفريق، اكد لي يعني حصريا بان النادي مولاتي غيجري عمليه جراحيه نهار الاربعاء المقبل احد من صحات مدينه الرباط. نتمنوا الشفاء العاجل للاعب نادي مولاتي باش يرجع للميادين، خصوصا ان قبل هذه العمليه هذه فكان يعني اجتماع بين اللاعب وكذلك طبيب الفريق والمدرب الفريق والكيني عمر بوهوش، هذا اللي كان مع المحليين ديال الكاميرون مع موسى عمر بوهوش ابن مدينه القنيطره، واقترحوا على اللاعب انه يكون واحد جوج اطباء في مدينه الدار البيضاء، ولكن اللاعب في الاخير اختار انه احد الاطباء اللي بعض الاصدقاء اللي اقترحوا ان الطبيب مدينه الرباط هو اللي يتكلف بالعمليه الجراحيه للاعب نادي مولاتي، لاعب صادق ديال فريق الشباب. يعني مروان يعني تبنى معك المعطيات اللي مهمه بالنسبه لفريق النادي القنيطري، العوده ديال سمير عيش اللي كنتمناو ليه ايضا الصبر والسلوان بعد الفقدان ديال الوالده ديالو، ايضا اللاعب المهدي بولاتاي اللي كما قلتي لوبيراسيون غيديرها ان شاء الله الاربعاء المقبل، نتمناو باش ايضا يرجع لاعب مهم وبلا شك مؤثر داخل فريق النادي القنيطري. كاين ايضا المكتب المستير ديال فريق النادي القنيطري اللي طرح التذاكر ديال هذا الماتش، كنعرفوا الغياب ديال الجمهور ولكن التذاكر يعني افتراضيه، واش كاين تفاعل من جانب فريق او الجماهير فريق الكاك اللي كنعرفوا دائما غيوره ومحبه الفريق ديالها؟ طبيعة الحال يونس يعني كاين اقبال، يعني التذاكر الاستدراضيه اللي طبعا المكتب مسير يعني ديال 21 درهم، يعني كاين اقبال كبير، اقبال كبير في مجموعه من النقاط اللي هنا في مدينه القنيطره تحت شعار يعني الفريق المكتب مسير دار شعار مقطع ورقتي وانسان فرقتي، وكذلك الشعار ديال المال تحتيك يعني ديال الفريق نادي القنيطري، تذاكر للدعم ومساندة الفريق، كذلك بعد القرعة يعني باش يكون تحفيز بالنسبة وكذلك إقبال على التذاكر، فالمكتب المسير غينظم قرعة مباشرة بعد عملية نهاية عملية البيع لتحديد فائز بقميص ديال الفريق عبر رقم تذكرة اللي اقتناها الصاحب ديالها، وفي الأخير يعني غيتسلم القميص من عميد الفريق المهدي بلطام. كيبان لك أنها عملية جيدة باش يكون إقبال كبير على اقتناء التذاكر، خصوصا أن المباراة الأخيرة اللي كانت هنا في قنيطرة يعني ما كانش إقبال كبير، تقريبا واحد تبعت واحد 1000 وشي حاجة 1100 ديال التذكرة، يعني ماشي شاك رقم كبير، خصوصا الجمهور اللي كيدخل الملعب البلدي يعني تيكون كبير كبير جدا، يعني واحد 4000 5000 كتكون مناصر في المناصرة، وبالتالي تقريبا كاين يعني اللي كتبين ليا كاين إقبال كبير على التذاكر، يعني في هذه المباراة كونتر فريق ليزكا فريق اتحاد الزمالك الاقتصاد اللي يكون صعيب وصعيب بزاف هنا في مدينة القنيطرة. بخصوص يعني الفريق يعني بعد انتخاب مكتب مسير جديد فاجتماعات كبيرة، مش اجتماعات متواصلة حتى على مستوى الفئات السنية كذلك على مستوى الإدارة، فاجتماعات متواصلة كذلك للمشرف العام عزيز العامري مع الأطر التقنية الأسبوع لتحليل نتائج الأسبوع الأول
من العمل داخل النادي، كذلك تم تحديد برنامج العمل الأسبوعي لجميع الفئات السنية للفريق النادي القنيطري. كذلك خبر حصري يعني أكدوا لنا الرئيس الفريق يعني منذ قليل كذلك أن الفريق يعني غينضم دوري للتنقيب على المواهب في مدينة القنيطرة كذلك في الجهة كاملة في الشهر المقبل. يعني باقي ما حددش يعني تقريبا كيفاش غيكون هذا الدوري هذا، يعني هذه البادره يعني جيده جدا خصوصا الفريق منذ سنوات طويله يعني ما دارش البادره هذه خصوصا تنقيب على المواهب كذلك في مدينه القنيطره كذلك في الجهه مدن اللي بجوارين مدينه القنيطره والتوفيق الفريق يعني لهذه العمليه اللي دارها فريق النادي القنيطره. بالنسبه للمستحقات الماليه للفريق اللاعبين اجور يعني باقي كيتسنى المنحه، يعني المنحه ديال اولمبيك اللي غياخذوها اللاعبين غدا الرواتب الشهريه يعني تقريبا اللاعبين واخدين كاملين. بالنسبه للخيرات فالفريق يعني باقي فاتح باب الخيرات كما اكدت مراسله صديقي الفريق يعني كان اكد من خيرات يعني من 8 فبراير حتى 8 مارس ثمن الخيرات هو 5000 درهم تقريبا. الفريق باقي كيتقاطر عليه اداره الفريق مجموعه من الخيرات ولكن حتى الان يعني تقريبا العدد يعني تبقى ضئيل وضئيل جدا. خصوص فريق النادي القنيطري كذلك البارح يعني كان في اطار الفلسفه اللي كاين ديال مكتب المسؤوليات ديال نادي القنيطري يونس برئاسه علي رماش يعني المتمثله في انفتاح المجال ديال السوسيو الاجتماعي والثقافي الرياضي. فالبارح يعني كان رائع رماش كذلك المسؤول المستشار الخاص المستشار التقني السيد نوردين بالحاوي المدير الخاص بالتنقيب على المواهب السيد يومير مدير التقني محمد الزدك بمعيه الرئيس علي رماش يعني داروا واحد الزياره لحد جامعات في مدينه القنيطره دي زياره كذلك وكذلك اقتراح شراكه مع هذه الجامعه هذه وتم الوقوف على المشاريع الكبرى الانجازات الرياضيه اللي حققتها هذه الجامعه واللي كتمثل يعني في انشاء معهد ديال امهان الرياضه وكذلك مجموعه من الاشياء والبادره يعني انفتاح للطلبه وكذلك مجموعه من الامور باش انها تكون يعني الانتاج والشراكه كبيره. اذا تقريبا يونس هذه كل الخبيرات ديال فريق النادي القنيطري قبل المباراه ديال ليزكا نهار 6/9 العشيه هنا في مدينه القنيطره. اخبار اخرى ان شاء الله في المسيره القادمه ان شاء الله. شكرا لك مروه مهدي النادي القنيطره والاتحاد الزمالك الخميسي غنتبعوا معك نهار السبت مع ثلاثه بملعب بلدي بالقنيطره. نسمعوا الكابيتان ديال الكاك مهدي بلطام واللي ايضا من الاسماء اللي من بعد المقابله غادي يقدم قميص النادي القنيطري لاحد الفائزين بالقرعه كما قلنا كما وصف لنا مروان مهدن. المكتب المسيري ديال الكاك طرح تذاكر افتراضيه اللي الثمن ديالها 20 درهم وغتكون قرعه باش احد من هذه الجماهير هذا غيربح قميص ديال النادي القنيطري واللي غيقدموا ليه هو مهدي بلطام الكابيتان ديال النادي القنيطري. نسمعوا شنو قال بلطام على الماتش الجاي ضد فريق الاتحاد الزمالك خميسات. استعدادات فهي تجرى في اجواء يسودها التركيز الايجابيه مع الاطار السيد علي بواب. كل لاعبين حنايا عازمين وحاسين بالمسؤوليه. مباراة ما تكون سهلة، كنوعدوا الجماهير أننا إن شاء الله نقدموا كل ما في الجعبة ديالنا من أجل ثلاث نقاط اللي تخلي الطموحات ديالنا تكبر إن شاء الله. كنشكر الجماهير على المساندة ديالها وإن شاء الله أننا نكونوا عازمين في هذه المقابلة ونحققوا واحد ثلاث نقاط. فريق النادي القنيطري المكانة ديالو فهي في القسم الوطني الأول اللي عندهم إمكانيات جيدة، عندنا لاعبين اللي عندهم تجربة، عندنا مدرب ولا السي الإطار السي علي بواب ولا السي عزيز سيبوس فهم من خيرة الأطر. كنتمنى أننا إن شاء الله نكون عن حسن الظن وأننا نزيد بالأمام.